هانتوما. مهم انا راه الجوطيه اللي شريت بزاف ديال هادشي. المهم انا دابا غادي نحاول نحيد شي جهه ونوريكم بحاجه بحاجه. هانتوما البنات كيما لاحظتوا غادي نبداو بالمطابعات. هاد المطابع هادو هانتوما كل حاجه وكناخدوها بالموتيف ديالها. المهم هانتوما كيما لاحظتوا خدينا بزاف ديال هاد الحويجات هادو. هانتوما اي حاجه كتعلق ضروري كناخذوا ليها مطابع ديالهم. هانتوما بالنسبه للبنات انا اللي غايسولوني فين كنتقدى، كنتقدى عند حسين اللي كاين في كازا، اللي كاين انفاس مع اللي تقريبا كاين حدا قصريه عزيزه. و المهم ملي كتبغيو تدخلوا عنده كيكون واحد المختبر تمايا. صافي غادي تلقاو ان شاء الله. غنخلي لكم نمره التليفون ديالو هكا، الا بغيتو شي حاجه راه تواصلوا معاه، ولا بغيتو تمشيو لكازا تمايا، ولا كنتو في كازا تقداو عنده. صراحه عنده داكشي زوين وبالاثمنه جد مناسبه. بالنسبه لهادو هادو ديال النحاس كيبيعون بعشرة دراهم الوحده. هانتوما البنات بعشرة دراهم، وهادو بخمسة ديال الدراهم. هادو ديال الحديد كيكون فيهم دو فاس بخمسة ديال الدراهم. بالنسبه للبنات هاد لاكاد خديتو تقريبا بخمسة وعشرين درهم. هانتوما هذا ديال اللي كنزوقو به. هانتوما بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الارابيسك، ها هما هذا هو الارابيسك. انا خديت غير هذا هذا اللي كيكون على شكل مدور. ان شاء الله هذا ناخذ هذاك اللي مربع. بالنسبه للثمن ديال هذا الارابيسك كيبقى ما بين 80 درهم حتى 100 درهم، مهم على حسب. انا ما لقيتوش، لقيت غير ما كاينش واحد الكميه كنت بغيت منهم واحد ثلاثه، وداك الشيء على شكل تنعاود نرجع ناخذ من عنده. صافي. وبالنسبه لهاد المولات الجداد هانتوما كيما لاحظتوا هادو كيديروا تقريبا 5 دراهم. هادوك الكبار بزاف اللي كيديروا 6 دراهم هكا. هنايا خديت لي فيهم الكبار واللي فيهم. هانتوما هادو هما الاشكال الجداد. درت لكم كل حاجه بوحديتها، شفتوهم هادو يعني هكا باش كتنوعوا حتى الكليون ديالكم الا بغاو شي حاجه كيلقاوها. دونك ماشي مشكل الا كانت عندكم غير دي فوتو اللي ما كيكونوش. انا ما عنديش مشكل يعني نعطيكم لي فوتو هكا اللي كنخدم به، راه انا ديجا يعني ما كاينش مشكل. ديروا السكرين، ديروا زعما كابتشور ايكرون باش انه يبقى مع عندكم، يعني ما كاينش مشكل. ها نتوما هادشي كاع هاد المراشم هادو كلهم خديت لهم الطابع ديالهم. ها نتوما ديال هاد الريشه يعني او هاد الشكل حتى هو جديد عاد خرج حتى هويا. صافي. وعلى شكل البعويده حتى هي. ها نتوما كانت هذه اصلا ديجا كانت خارجه، وهاد القليب هذا اللي حتى هو يلا خرج هاد الموتيف. ها نتوما يعني خدموا البنات شي حاجه جديده عاوتاني باش كتعطيكم باش تهرسوا داك الروتين ديال شي حاجه قديمه. المهم هانتوما البنات هادو حتى هما يمكن لكم تخدموا بهم دي سابلي، وندوزوا لحاجه اخرى ونجيو لهذا. بالنسبه لهاد لو ساتيون هذا اللي كيكون في هاد القريعه هادو كيتباع ب 25 درهم. هانتوما كيما لاحظتوا في هاد القريعه هادي. المهم انا خديت يعني بثمن كيما نقولوا قل شويه، ولكن الا خديتو غير بتقطع هكا بالنسبه لك ياخذوا واحد 5 درهم غير معلقه صغيره، ولكن الا كنتو هكا عفوا يا ربي ماشي 25 درهم، هذا 35 درهم باش كتاخذوا القريعه اللي كيكون غالي بزاف. هذا هو لو ساتيون كنبقاو نديرو في الصابلي ديالنا كينفعني بزاف. وهذا بالنسبه لك لي كوزو ناباج كما لاحظتوا فيهم هذا 500 غرام وهذا 500 غرام. دونك هنا كن كيحسبوهم ليا انا يعني دونك كنحسبوه ب 200 ميتين وستين الواحد، 13 درهم الواحد. وبالنسبة لهاد الزويقات اللي كنزوقو، هادي الزريعة اللي كتكون ملونة، اللي أنا ديجا كنا كنخدمو بواحد الزريعة اللي كصراحة كانت زوينة بزاف، وشنقول لكم ما بقاتش للأسف، كانت غزالة، صراحة حمقتني. وهادو العقيقات، البنات كيما لاحظتو هادي راه 250 غرام، تقريبا واحد 45 درهم، ولا رابعة. هانتوما كيما لاحظتوا كيكون هاد العقيق هذا كيكون ملبس بالشوكولات. هنايا خديت عاوتاني هنا تقريبا واحد الرابعه ديال هاد لي بيبي بحال هاد الشوكولا. وهادو هو الجوهر، حتى انا خديت رابعه منه الجوهر كيما لاحظتوا.
وهذا راه كيغالي كيدير تقريبا شي 6000 ريال الكيلو. دونك انا خديت منه غير ربعه ربعه باش كنخدم هاد. ها نتوما حتى هذا الجوهر كيقولوا له، يعني خديت فيه تقريبا شي 4 د اللوينات. غنشوف نزيد الاخر. او حتى هاد اللوين هذا تا هو كيجي غزال في الحلويات او صابلي، كيجي فن صافي. ندوزو لحاجه اخرى. ومن بعد البنات خديت هادي، هادي علاش كتصلاح؟ هادي راه كتصلاح اما هادوك الصابلي اللي كنحطوهم هنا فاش كيبقاو يتجمعوا لنا فاش كتطوى باش كنعمروهم بلي فخوي كونفي وداكشي، حتى هو كيصلاح معانا صراحه. كيجي زوينين بزاف، كاينين كبر منهم كتصلاح البسطيله. بالنسبه لهذا صراحه عملي وممكن كاع الحلويات يقدر يكونوا عندهم. انتما كيما لاحظتوا حتى هذا بالنسبه للثمن ديال هذا على ما اظن ما عقلتش. دابا نرجع نذكركم بالثمن ديالو وندوزو حاجه اخرى. وبالنسبه لهادو يعني كيكونوا هذا تقريبا 30 درهم وهادو 30 درهم، يعني لي مول ديال السيليكون. وبالنسبه لهادو الاثمنه ديالهم تقريبا واحد 360 هكاك. نتوما هادو كيكونوا بالخيط، كيكونوا مطروزين من الفوق. هادو ممكن انكم البنات تخليو داك العقيقات من الفوق وقد تبدلو غير هاد الكوربون باش هكا كتسوقو في المملاحات ولا في شي حاجه اخرى، يعني شي حاجه اللي زوينه وعمليه. الو غادي نهضر لكم على هادو اللي دايرين بحال الارابيسك، هادو علاش كيصلاحو. دونك هادو يلا خرجو هانتوما. دابا مثلا دابا هادي غادي نطبعها انايا في شي باتا سكر ولا شي حاجه وغادي ترشم ليا. ملي غادي ترشم ليا دونك غادي ندير لها واحد الساتيون هكا من الفوق اللي خدينا قبيله، وكنديرو بحال هكا بحال شي كتجينا بحال شي شبيكه فوق ديال الصابلي. ان شاء الله غادي نخدم معكم هذا الموديل هذا باش تاخذوا عليه واحد الفكره. ها نتوما ويمكن اشكال كثيره بحال ديال الارابيسك اللي غادي نخدموهم. ها نتوما كيما لاحظتوا بالنسبه لهادو خدمتهم انا ب 40 درهم، حيت الحاجه اللي كتكون باقا جديده ويلاه باينه كتكون طالعه في الثمن. وهادو البنات 13 درهم، هادو انا ديجا كنت خدمتهم معاكم 13 ديال الدرهم، 13 درهم. وهادو ديال هالو كيتي ب 20 درهم. نتوما هادو المزيان، يعني النوع المزيان. انا كاينين النوع اللي هذا، ولكن هذا غيبقى معكم. يعني اون فوا البنات حاولوا تشريو شي حاجه اللي كتكون تتبقى ديما، يعني ماشي تشريو هذوك الاخرين العاديين. صافي دابا غادي نخدمو، غادي نوريكم هادو ديال لي مول سيليكون. بالنسبه لهادو راه كيدخلوا حتى للفران طبيعه الحال. بغيتو ديروا هنا النوكا او ديروا شوكولا، يعني حتى هما كيجيو في صابلي بريسيج روعه البنات. كديروا مثلا دابا دائره وكتحطوا فيها هاد الموتيف هذا الوسط وكتزيكزاكيوه وكديروا عقيقات هكا، ومن هنا كديروا واحد اللوز هاشي ولا كونكاسي كيجي غزال بزاف. بالنسبه لهذا الشكل الاول، هذا بالنسبه للثمن ديالو كيدير 15 درهم. وشنقول لكم بالنسبه لهذا البابيون هذا ممكن تعمروا بالشوكولا هكا وديروا تقريبا واحد الكاوكاو او اللوز كيكون مهرمش بالنسلي ولا العقده ديال اللوز ولا اللي بغيتوا، وكديروا الشوكولا كيعطيكم هذا البابيون هذا. بالنسبه لهذه الحلوه هذه كتجي زوينه فيها. هانتوما ان شاء الله تشوفوا كاع هادشي كامل غادي تشوفوه معايا. بالنسبه لهذا تا هو كنخدموه في صابلي وكنديروه تقريبا تا هو في شغنقول لكم تنديروه في صابلي، كنعمروا هكا الموتيف بالشوكولا كنحطوه فوق الصابلي ديالو اللي غادي يكون مرشم على قدو. نشوف شي نطيب على قدو. هانتوما بحال هكا تقريبا، دابا عطينا فرضا كنطبعو على قدو وكنبقاو نديرو هاد الشكل هذا ديال الحلزون اللي صراحه كيجي زوين بزاف. حتى هذا كيصلح للحلويات اللي بدون فرن. هذا كان شويه يعني شحال هادي، ولكن باقي الناس كيخدموا به صراحه زوينون. بالنسبه للبنات هاد الشكل هذا شنو ممكن ديروا به؟ حتى هو غادي ديروه هكا تلبسوا هاد المول هذا في اللي فخوي كونفي وداكشي واللوز هذا، وديروا الشوكولا بحال داك الشكل اللي خدمنا كيجيكم زوين في الصابلي، كيجي غزال صراحه. المهم بالنسبه لهاد المولات هذا ب 15 درهم صراحه شي اثمنه جد مناسبه. غنوريكم واحد هذا اللي كيكون عرفتوه، غنظن ان البنات عرفتوه كنديروا فيه سكر كلاصي ولا كنديروا فيه كيما لاحظتوا انا العطريه ولا شي حاجه، وكنبداو نرشوا هكا صراحه زوين بزاف. شنو اخر عاوتاني نسيت. المهم
زعما دوك ديال ليسونس وداكشي يعني انا ديجا خدمناهم ووريته لكم صراحه. الفيديو بالنسبه نوريكم لي زاغوم. بالنسبه للبنات اللي بغاو لي زاغوم هانتوما، بالنسبه لهاد لي زاغوم هادي ناطا ياك، هادي القهوه هانتوما كل حاجه كنكتبوا عليها بسميه، هذا ديال البرتقال هانتوما، وهذا ديال الشوكولا دوم لي ميكاغوم اللي كنخدموا بهم صراحه. ممكن اللي كيخدم بالكونتيتي دونك خصو يشري القراعي هكا باش كتطلع كطيح عفوا عليهم ارخص، واخا كتكون شويه القرعه ديال دايره الثمن، ولكن ماشي كل مره كتبداو كل مره تاخذوها 10 دراهم 5 دراهم هكا، يعني صراحه شي حاجه اللي كتكون فلي براتيك. هنايا عاوتاني هذا المول ديال لابيش، هذا المول ديال لابيش هانتوما، حتى انا باقي ما يلا كي جبتو كي غنصورتو معكم خصني ضروري نغسلو هانتوما كيما راحتو البنات هانتوما. هذا المول ديال لابيش انا ان شاء الله بغيت غير نجرب معكم وحده، صراحه زوينه بزاف حتى هي، بقاو تخدموها لي كوموند اللي بغاو لي بيش ولا هذا هانتوما كيما راحتو. حتى هادو كيجيو زوينين فوق الصابلي، ولا كديرو فيه هذاك الحلوه ديال ترون ديال الشمال، ترون واقيلا على ما اظن كيقولوا لها حتى هي لي مالا. بالنسبه لتا هذا كيجي زوين صراحه، ممكن تخدموا صابلي، ممكن ديروا شي حلوه بدون فرن، ممكن ديروا تشكلوا باي حاجه يمكن لكم البنات فراسكم. هادو هاد ديمو اللي كيكونوا على هذا الشكل هذا ممكن تخرجوا به واحد الشكل اللي كيكون راقي بحال الارابيسك ان شاء الله. ان شاء الله الا ما كانش الا عندي واحد الوقت غادي نخدم معكم بهاد لي مول هادو بحال ديال الشكل ديال الارابيسك اللي غيعطيكم هاد الزواقه هادي فوق ديال الشوكولا ديالكم ان شاء الله باذن الله غادي نخدمها معكم. الوغ شنو باقي لنا خور، شنو باقي لنا خور؟ بالنسبه للمطيبات راني وريته لكم، بالنسبه لهذا الشيء كامل راني وريته لكم. بالنسبه للبنات النصيحه اللي غادي نعطيكم البنات اللي كيخدموا الحلوى، الوغ الا بغيتي تخدمي الحلوى وكبدايه انك بغيتي تخدمي الحلوى ياك وما عندكش هذا الشيء كامل، دونك انا ما كنقولش لك انك من الاول خصك تشري هذا الشيء كامل، لا يعني انه غادي يكون عندك واحد الضياع اللي كثير. لو هنايا غادي تبداي بلي طلبات كليك ليا، دونك ضروري غيكونوا عندك دي فوتو اللي خديتيهم من اليوتيوب ولا الفيسبوك ولا ما مهم، ضروري غيكون عندك هذا الشيء ديال الحلويات، فلهذا غيبقاو عندك دي فوتو وعندك الموديلات. هنايا غادي يجي واحد الكليان غتقول لك فلان اعطيني الشونتيو باش نشوف، دونك ضروري خصك تعطيها تصاور تقول لها راه كنصايب هذا، المهم انت ما غاديش تبرري تقول لا ماشي انا اللي ما صايبته، المهم انت ما عليك الا هذاك الشيء اللي شفتي انك تطبقيه. واخا صافي اول جات كوموند مثلا جاتك فيها تقريبا هاد الموتيف هذا نقولوا حنا جاتك هذا وجاتك شي مطيبع اخر، دونك غادي تشوفي في الصوره غتمشي تشري الطابع ديال هذا وهذا، دونك هنايا غادي تخدمي به النورمال وكديري الاخر واخا تضيعي شويه لانه راه عادي هادشي. هاد المساله هادي راه حنا هكا كنبداو بها، دونك انا ملي كنشري شي حاجه جديده وكنشري مثلا دابا بحال هاد ليمون ولا هذا، دونك راه عادي انك كتضيعي في مره اخرى كتضيعي شويه، ولكن مره اخرى فاش غادي تجي تخدمي دونك غتبقى تلقاه ديجا عندك هكا غادي ديري. بالنسبه لهادشي يعني ماشي انت مجبوره انك تبقاي تاخدي هادشي بالكثره، لا يعني هادشي كيكون بالقياس، الا كانت عندك نفرض انك عندك يعني قياسات كثار دونك ماشي مشكل. صافي كيما قلت لكم البنات انكم ماشي مجبورين، هادو راه كيتباعوا غير طويصات بخمسة دراهم، انا ملي كتكون الكونتيتي هكا كثيره دونك راه خصني نشري بحال هكا، مهم علينا. بالنسبه للبنات اللي كيحتاروا في الاثمنه ديال الصابلي، المهم انا نعطيكم واحد بعض الاثمنه. مهم بالنسبه للصابلي بريستيج اللي دائما كنخدموها البنات وكنقولها لكم، اللي كيكون فيني بالكاوكاو او بالشوكولا عادي كنخدموه ب 70 ب 80 درهم 80 درهم عفوا، ولا كان فيني باللوز وكان فيه زبده سبيسيال وفيه بزاف د الحوايج اللي كتكون كتوصل حتى ل 120 130 درهم الكيلو ديال الصابلي. غتقولوا لي لا غليتي شويه على الصابلي سبيسيال وداكشي، انا ما غليت ما والو، هي هذيك الثمن ديال الزبده سبيسيال اوكي كون فيه اللوز يعني صابلي هو هذاك، يعني كاع الحلويات راه ما كيربحوش. البنات اللي كيقولوا كي شنو كيربحوا يعني في الكيلو تقدر تربح في يديها 30 درهم، دونك يعني الحلويات شويه كيكونوا مضرورين، ولكن الحمد لله هذا كيكون في ظلم الله والحمد لله هذيك هي خدمتها. دونك بالنسبه للحلويات اللوز بالنسبه لحنا في بالمناسبه الغلاء اللوز
كنظن انه هبط شي شويه، دونك كنخدمو انا 150 حتى 160 درهم للكيلو ديال اللوز العبار. بنات نقول لكم واحد النصيحه من عندي، ومهم كاين اللي غادي تقبلها كاين اللي ما غاديش تقبلها، المهم داك الساعه انا غنقول لكم شنو كاين. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو كيقول لك كنخدمو العجنه، راه ما كتربحي والو في العجنه، راه بحال كتعطي كيلو زايد، واش فهمتي؟ دونك البنات تفادوا انكم تخدموا للعجنه. بالنسبه للكيلو ديال العبار خدموا بالكيلو ديال العبار باش هكا يلا كتربحوا شي شويه. وبالنسبه لزيدي عليها هذا اش بغيت نقول لكم عاوتاني، الوحده اللي كتجيب لكم السلعه، كتجيب لكم السلعه وكتقول لك خدمي لي يدي، هذا في حاله ما انا نقول لك خدمي في الدجاج، خدمي في لي كوموند ديال البسطيله، خدمي في هذا، اي خدي داك الثمن ديال انك شحال كتربحي في يديك متفقه معك، ولكن شي حاجه ديال الحلوه لا ما ديريش داك القضيه لانه ما غتربحي ما والو. انا عارفه اش كنقول، هما راه عارفين شنو تنقول. صافي بالنسبه للمهم اي حاجه اللي غادي ننصح بها كبدايه، البنات اللي كيسولوني عاوتاني كيقول لك كيفاش خاصني نتعرف، كيفاش خاصني ندير، كيفاش خاصني الكليان وانا محدوده ما كيجيوش عندي ناس ماشي اجتماعيه. انا النصيحه اللي غادي نقول لك هو انا خصك تكون اجتماعيه، ماشي كتهضري مع كل شيء. كما قلت لكم كما قلت لكم ما خصكمش البنات، خصك تكوني معروفه، يعني ما كتحشميش، ماشي ما كتحشميش، يعني اي مساله عاديه انك كتعرفي تصايبي الحلوه ما فيها بس انك كتعرفي جارتك او شي حاجه من العائله، دونك كتقولي لهم انا كنصايب الحلوه. سينو ما كانش هادشي غادي ديري واحد الكارت فيزيت وغادي تمشي تحطي عند مرسل زلمات اللي كيبيع الحلويات، ومهم اللي كتعرفيه واللي كتقدم عنده اكيد راه ما غاديش يقول لك لا، وحطيها عنده ولا ديري في الفيسبوك ولا هذا. انا صراحه الكليان اللي كيكونوا عندي انا بزاف من اليوتيوب، انا ما غاديش نقول لك انا واحد الانسان اللي صراحه نقدر نتلاقى معاك في الزنقه وما نقولش لك راني حلاويه، غادي تنرفيه هذه، ولكن صافي دابا ولاو كيعرفوني يعني جيراننا البنات اللي كنتلاقى بهم وداكشي كيعرفوني يعني دونك حلاويه صافي، سيرتو مع اليوتيوب وهذا راه كلشي ولا كيعرفني الحمد لله. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا كتعرفوا راه طريقه سهله انكم وحده تقولها لوحده، وبداي غير بلي كوموند صغار، ماشي بالضروره انك تشدي واحد الكونتيتي اللي كثيره، وكل حاجه وكل واحد وكيوصلوا رزقه. صراحه انا بدوري والله العظيم ماشي كنقول انا شي انا ساكنه في كما قلت لكم في القريه في سله، وكيكونوا دي كليون هكا من كازا فهمتي، يعني الا كانوا يعني كيقول لك انا ما عندناش يعني الطرق باش توصلي لنا الحلوه، دونك كنقول لهم صحاباتي يعني صحاباتي اللي كنثق فيهم 100% اللي كيديروا بحال خدمتي، كنصيفط لهم الناس والحمد لله ما كيتحشموش، دونك انا ما عنديش مشكل انني نصيفط لي كليون عند الناس، ولكن غير انا ما نتحشمش وصافي، يعني هما حتى كيشوفوا الخدمه وعاد كيزعموا. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا اللي كيطلبوا مني لي كوموند كيصيفط، الحمد لله صيفط لالمانيا، صيفط لفرنسا، صيفط لاسبانيا، صيفط للجميع، يعني حتى من كندا راني نصيفطوا لميريكان، يعني الحمد لله كتوصل الحلوه في الامان، دونك انا ما عنديش مشكل انني نصيفط لجميع الدول وجميع البلايص اللي كيبغيو، الحمد لله ما كنتحشمش والامانه كتوصل في الوقت ديالها. هكا البنات ديروا، حاجه وحده اللي نوصيكم عليها انكم ديروا نيتكم والجوده، وبحال اللي شي حاجه كتصيبيها لنفسك راه كتصيبيها للناس الاخرين، يعني تكوني بيان يدك نقيين، الماتيريال اللي كتخدمي به نقي بزاف. انا شفت بعض الحلويات اللي الله يسمح ليهم انهم كيخدموا بالطابع اللي كيكونوا بحال عندهم طبع اش غنقول لك بحال غامل، كيكون واحد كيتكون مع داك الطحين داك الشيء، راه داك راه ماشي الغموليه، داك لا قدر الله هانتوما كيكونوا بحال هاد فات الشنين فات هادو راه كيكون بحال شي دود فيهم ولا الله اعلم. المهم علينا، فلهذا ما فيها بس ساليت انني كنغسل الطيبه ديالي كنخليه ينشف باش هكا الناس تكون دائما ما باش ما تفلت لك تزغبه ما تفلت لك يعني حتى حاجه. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، انا عطيتكم واحد وقيله كان كيبان لي انني كثرت عليكم ولكن لمصلحتكم، ولا احتاجتوا اي حاجه انا شنو نقول لكم، انا لواحد الباب مفتوح لاي وحده اللي بغاتني
الف مرحبا، تخلي لي كومونتير. الحمد لله ما كنخبي حتى حاجه، ما عندي حتى شي سر انني ديال كيقول لك الاسرار وداكشي. انا ما داكشي جو سوي كونتر مع كاع لي كليون ديالي ولا كاع المتتبعات ولا كاع اي واحد وحده بغيت عندي. انا ما عنديش مشكل، كنعطي للبنات كلهم اي حاجه، حتى اي بغات يعني كتقصدني كنعطيها صافي. يعني ما شي حاجه نخبي ولا هذا، لا لا ما كيلاش. كل شيء يستافد وكل شيء يشوف. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نساليو ونختموه في الحلقه ديال اليوم. كنتمنى الفيديو نال اعجابكم وبصحه وراحه. ولا عجبكم الفيديو ما تخلاش عليا دائما باللايك والاشتراك في القناه. ولا كان شي تساؤل ولا بغيتوا اي استفسار كنقولها وكنعاودها الف مرحبا. وليش غنقول واحد النقطه صافي وغادي نختمها. مهم بالنسبه للاخوات اللي كيبغوني على مصلحتهم، يعني كيفاش كيبغوني على مصلحتهم. دونك ملي كان شي خطره كان كيسولوني كنجاوبهم من بعد. الا كان شي هكا يقدر كندخل الواتساب، راه عندي ماشي غير وحده ولا جوج، عندي بزاف ديال البنات. يقدر كنكون كندخل كنقرا وصافي كنخرج، يعني كنقول دابا نعاود نرجع صافي كنسى. دونك الوحده اللي ما شافتني زعما هكا دير تعاود تصيفطي، انا راه كنجاوب على كل شيء. وغير هو عافاكم بغيوني ماشي على المصلحه، ماشي الا عاونتك راه غيكونوا فهموني بزاف الاخوات. ماشي الا عاونتك انت يا حبيبتي ولا ما عاونتكش راكي راني نكرهك. فوالا البنات، انا اللي كيبغيني يبغيني من قلبه يكون سوا هادشي ديال اليوتيوب ولا ماشي ديال اليوتيوب. انا راه ماشي هادشي ديال اليوتيوب اللي جامعني معاكم، اللي كنعرف بزاف البنات. مهم يلا بلا ما نطول عليكم، يلا بسلام عليكم.